في إطار القرار الصادر عن سعادة وزير الصناعة والتجارة السيد عبد الله بن عادل فخرو بشأن شروط وضوابط مزاولة نشاط الموزع المعتمد، أقامت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال البحرينية منتدى تحت عنوان قانون الوكالات التجارية وضوابط مزاولة نشاط الموزع المعتمد. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح سعادة السيد فيصل أحمد الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة أبرز ما يتضمنه قرار الموزع المعتمد من إشراطات تنظيمية. تم استحداث نشاط الموزع المعتمد وطاحه في نظام سجلات ضمن قائمة الأنشطة التجارية، وتم استحداثه بناء على قرار رقم 22 لسنة 2024 الصادر عن سيدي ولي العهد رئيس الوزراء الله يحفظه، وتاريخ 16 أبريل 2024 يعني تبع قرار 29 لسنة 2024 اللي صدر عن سعادة وزير الصناعة والتجارة. طبعا هذه المبادرة تعتبر من المبادرات اللي راح تعزز من دور التاجر البحريني في المنافسة والمساهمة الفعالة في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني. تضمنت القرارات الصادرة اشتراطات تنظيمية حق هذا النشاط. نعم. ومنها أن النشاط يمكن إضافته فقط للشركات اللي ما تقل نسبة مساهمة البحريني عن 51%. والمؤسسات المملوكة من البحرين، وهاي النشاط يعني عندي ضافة راح يسمح للإعلان والترويج عن شركته أو المؤسسة كموزع معتمد للعلامة أو العلامات التجارية المعروفة العالمية، وذلك حسب اتفاقية مباشرة بين مالك الشركة في البحرين ومالك العلامة التجارية.